الملازم الأول نيادي عبد الرحمن، دورة الماستر. المتفوق الأول من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل حاسيد رميسة، يقلده الرتبة ويسلمه سيف الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط عامل حاسيد رميسة، تخصص إلكترونيك. المتفوق الثاني من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل برحال شيماء نعمة، حاضر، يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. طالب ضابط عامل برحال شيماء نعمة، تخصص أنظمة المعلومات. المتفوق الثالث من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل خالدي عبد المالك، حاضر، يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد القوات البرية. طالب ضابط عامل خالدي عبد المالك، تخصص ميكانيك طاقوية. المتفوق الرابع من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل مصباح رامي، يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب ضابط عامل مصباح رامي، تخصص إعلام آلي. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي، الطالب الضابط العامل أشلاش توفيق، حاضر، يسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال. طالب ضابط عامل أشلاش توفيق، تكوين عسكري مشترك قاعدي. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الصديقة والشقيقة، الطالب الضابط أزيرتي سوغاي من دولة مالي، يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب دولة أزيرتي سوغاي دولة مالي.
أكاديمية. أد